اليوم جولة على 61 موقع في محافظة الديوانية لمتابعة سير العمل ونسب الإنجاز والوقوف على بعض الملاحظات. العمل يسري ويسير بوتيرة يعني متصاعدة حسب جدول تقدم العمل. نسب الإنجاز تقريبا متفاوتة في بعض المواقع. العمل يجري ويسير وفق المواصفات الفنية وجدول تقدم العمل، ومتابع بشكل يومي من خلال المراقبة الإلكترونية من الكاميرات وكذلك الجولات الميدانية في المواقع.